مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم نروح على كاتدرائية نوتردام. كاتدرائية نوتردام يعني هي مشهورة في فرنسا كتير ومعروفة، بس في واحدة موجودة في أوتوا وهي أكبر كاتدرائية أو كنيسة موجودة في أوتوا. دائما شايفين الكاتدرائية وراي، خليكم معي، خلينا نقسم الشارع ونروح عليها. طبعا أول ما بنيت في سنة 1839، فتعتبر من أقدم المباني الموجودة في أوتوا، وكانت هي النيو كاثوليك كاثدرالية في هون، وتعتبر من أكبر وأهم الكاثدرائيات الموجودة، وصارت باسيليكية في 1879. في عليها بيل تاور، يعني برج برن الجرس عليه، أو ال 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 خليني أورجيكم إياها من جوا. طبعا تعتبر هذه من أحد أهم المباني اللي ممكن تزورها، تتصور جنبها من جوا. جميلة جدا جدا، رائعة، المنظر خيالي. المباني قديمة وعاملينها ريبليكا تقريبا من نوتردام كاتدرال اللي موجودة في باريس. خليكم معي. منظر جميل جدا. خيالي. كلها من الماربل. هاي الأحمدة زي ما شايفينها. لما تيجوا عطوة لازم تيجوا تزوروا هاي الكاتدرائية. طبعاً تعتبر من أقدم كنيسة بقت محفوظة في مدينة أوتوا، وفي 1848 سميت بهذا الاسم، وبعدين أخذت اسم التايتل تبع الباسيليكية.
انبسطتوا بهذا الفيديو. اللي حابين تزوروا هالكثيرة يحط لكم العنوان تحت. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل